مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو عن السناب شات، تحديدا عن سؤال ورد من أحد المتابعين: هل من الممكن أنه أحذف الرسائل المحفوظة في الدردشات؟ حبيت أعمل هذا الفيديو، لكن قبلها طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ومشترك أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو. والآن راح ندخل من داخل السناب أشرح لكم. طبعا من الممكن أنه تحذف الرسائل، أبد ما راح تبقى، وخلي أدخل من داخل السناب نشاهد كيف راح نحذف الرسائل المحفوظة. في البداية حتى نجرب أنه نرسل محادثات ونحفظها عند الطرف الثاني ونشوف هل تنحذف أو لا، راح ندخل على السناب، وهذا حسابي KJLD123525. بعد راح ندخل على المحادثة، بعد أدخل على حسابي، هنا راح أرسل صباح الخير مثل ما تشاهدون هناك كيف الحال. الطرف الثاني اللي عمله أنه حفظ في الدردشة وعمل حفظ، الآن الرسائل محفوظة عنده. الآن الطرف الثاني راح يعمل لي حظر، إدارة الصداقة، إزالة صديق. الآن أنا والطرف الثاني مو أصدقاء، لكن المحادثات تبقى هنا موجودة. اللي راح أعمله أدخل هنا أعمل حذف، الآن الطرف الثاني راح يدخل على حسابي الآن. لو دخل على حسابي وعمل إضافة، لو دخل على المحادثات الرسائل، راح تشاهدون ما في أي رسالة محفوظة باقية، بس يخرج من المحادثة كلها راح تنحذف. أما لو أخذ لقطة شاشة للأسف راح تبقى عنده مخزنة في الاستوديو. هذه الطريقة الوحيدة موجودة حتى تحذف الرسائل. أما بالنسبة إذا كان مخزنها في لقطة شاشة فللأسف راح تبقى عنده. أتمنى وصلت الفكرة. طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو وما مشترك انه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.